عجبك الأداء؟ حبيته كتير. إذا ما عجبك الأداء خبرني مشان اشتغل على حالي بالمرات الجاية. عن جد؟ أي؟ بس بالسعر المناسب. ذكية كتير، ذكية كتير أنترا، ذكية كتير عن جد. عرضك اللي عرضتيه علي كتير حلو أنترا، بس كأنه مكلف شوي. صدقيني إذا قلتلك وقت بشوفك بتذكر القطط البرية الشرسة. بس انتبهي أنترا، قد ما كان الواحد بيحب المرة الخبيثة، بس بالنهاية هو ما بيقدر يأمنها على المصاري أبداً. يلي قصدت تقوله أني بحب أقضي وقت مع مرة حلوة مثلك ونعيش لحظات حلوة، بس مو هوندا يلي بيعمل هيك شغلات على حساب ثروته يا أنترا الحلوة. أنا حاسس فيكي هلأ، أنت معصبة كتير، مبين عليكي مع أنك عم تحاولي تخبي عني. بجوز أنت قدرتي تقتلي أخوكي، بس ما رح تقدري تعاقبيني أنا. كنت كتير حابب وافق على عرضك يلي عن جد عرض كتير حلو ما بيتعوض، بس مثل مو شايفة يعني ماني بلا فهم. لهيك أنا هلأ يا حلوة رح أرفض عرضك الحلو يلي ما بيتعوض أبداً. وهلأ شكراً على الرقصة وعلى التسلاية، حبيتهم كتير، بشوفك بعدين. إيه؟ ماشي حلو. كنت عم حاول إني خليك تفهم لآخر مرة مشان ما أأذيك، بس إذا أنت اللي مانك حابب إنك تفهم مشكلتك. تعرف شو؟ أنت معك حق، أنا يلي قتلت أخي عن جد. واليوم قررت كمان إني أقتلك. Oh.